بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. خطأ كبير يفعله كثير من الناس يجب التنبيه عليه، لأنه متعلق بفريضة من فريضة من أهم الفرائض. في حديث حفصة رضي الله عنها، هو حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صوم له أو فلا صيام له. قال وفي رواية أخرى: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني إيه الكلام ده؟ النية ركن ركين وهام جدا في كل الفرائض. فكثير من الناس يمر عليه الليل في رمضان ولا يستحضر نية الصيام. يعني ايه يستحضر النية؟ انا بكرة هصوم ان شاء الله، لان بكرة شهر رمضان. هو ده كلمة من صام رمضان ايمانا واحتسابا. فانا بصوم رمضان لان ربنا فرضه عليا، وهو ركن من اركان الاسلام، من استخف به وأنكره وقع في الكفر، ومن يعني تركه كسلا وكان على خطر عظيم جدا يوم القيامة. واحتساب، بعد ما احتسب الأجر فلازم تجري هذا على قلبك يوم القيامة. يعني في يعني أنا بكرة هصوم إن شاء الله، أنا ناوي الصيام. كتير من الناس، صحيح بعض العلماء قال يجوز إن أنت قبل الشهر تستحضر نية الصيام لكل الشهر، لكن بعض العلماء قالوا لا، لازم كل ليلة، بناء قياس على هذا الحديث. لأن الرسول قال: من لم يبيت النية قبل الفجر للصوم فلا صوم فلا صيام له. يعني ايه تبيت النية؟ لازم تجري تستحضر النية دي بقلبك. فدي من الناس ما بيخش باله من الجملة، ما بيجريش هذا على قلبه. بعض العلماء قالوا السحور نية، لكن افرض انت السحور بقى بالنسبة لك عادة وبتقوم من غير ما بتستحضر النية خالص. فإذا ممكن الصواب ينقص صوابه كثيرا، وممكن يصل الى حد عدم القبول او البطلان، لان الركن في اي عمل. وده الفرق بين الفريضه والنافله. ما هو النافله ماشي، الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام دخل على السيده عائشه قال: عندكم طعام؟ قالت له: لا، البيت ما فيهوش اكل خالص. قال: اذا انا صائم. كان بعد صلاه الظهر، وهنا يحضرني انا اقول لحضراتكم: كثير من الناس بيفطر متاخر في غير رمضان الساعه 1 او يكون فاضل على في خصوصا في فصل الشتاء، يكون فاضل على المغرب او اذان المغرب 3 ساعات. طب ما تصوم، صم. يعني انت مش جعان، نفترض ان انت مش جعان او حتى جعان مش قادر تصبر 3 ساعات. اذا كان عادتك ان انت بتفطر متاخر، صوم صوم. الصوم النافله مش محتاج نيه، لكن الفريضه لازم النيه. هو العلماء قالوا ايه؟ اعمال بلا نيه اعمال بهيميه. فما هو العجل بتفتح له الباب انا اسف الزريبه، بيطلع على طول على الاكل ياكل كل يوم عاده. فعندما تتحول العباده الى عاده تضمحل النيه. الناس الواحد متعود خلاص ينزل يصلي الجامع، لازم تجدد ايمانك. مش الرسول قال: جددوا ايمانكم؟ قالوا: كيف نجدد ايماننا يا رسول الله؟ قالوا: بقول لا اله الا الله. جدد نيتك. انا رايح اصلي عشان صواب الصلاه ب 27 درجه، على اني لو سمعت الاذان ما استخفتش بيه ممكن الصلاه ما تتقبلش، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في احاديث صحيحه كثيره: من سمع الاذان فلم ياتي من غير عذر فلا صلاه له. في روايه: فلم تقبل منه الصلاه. فانا رايح عشان خايف ان الصلاه ما تتقبلش، انا رايح لان الصواب العظيم 27 درجه. استحضر هذا انا يبقى بالليل لازم تستحضر نيه الصيام، ما تعرضش صومك لضياع كل ليله كل ليله عشان تتعود على كده. لان يعني كتير من الناس طول الليل يعدي عليه ما يستحضرش نيه الصيام خالص، فهذا ينقص من الثواب، وربما يصل الامر في يرسل الامر الى ابطال الصوم. فكتير جدا من الناس ما بياخدش باله من الجزئيه دي، ما بيبيتش للصيام قبل صلاه، ما بيبيتش للصيام قبل الفجر. فنحاول اكتب لكم الحديث عشان كل انسان، كل واحد وكل انسان ينبه زملائه في العمل وجيرانه و استحضر نية الصيام بالليل قبل صلاة الفجر. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، تشتغل على الجرس واشتركوا في القناة، السلام عليكم، كل جديد، وساعدونا على سورة الرؤيا.